السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس أيضا رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بقصر الاتحادية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة حوالي 2,300,000 فلسطيني موجودين داخل القطاع. تعالوا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. أنا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول إن في تقريباً 4,000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1,500 منهم 1,500 طفل، وبالتالي مهم جداً جهودنا اللي بتبذل النهاردة لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم أسجل هنا وأقدر جداً الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية ويدخل المساعدات إلى القطاع. وهنا بأكد مهمة قوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تأثيرها مدمر على المنطقة وعلى السلام في المنطقة. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الأزمة دي هو احياء عملية السلام مرة اخرى واعطاء امل الفلسطينيين باقامة دولتهم الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية. وهنا خلينا نسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك أهلا وسهلا وسعيد بكل الجهود اللي بتبذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much. And the honor to meet you this evening. Thank you very much. Mr. President, thank you for your kind and warm words and also for the time that we will spend together today. At an important time like this, it's right that partners and friends like us can talk together about the situation. Can I also first commend you for what you have done on the Rafah crossing? As you know, it's something you and I discussed when we spoke a while ago, and we believe very strongly in providing extra humanitarian aid into Gaza, and we look forward to playing an important role together with Egypt in making sure that that aid can get to people as quickly as possible. You deserve enormous praise for your role in making this possible. Thank you very much. I also want to share with you my thoughts that what Hamas did, and I know you agree, was an appalling act of terrorism. And we now mourn the loss of every innocent life that has been lost, people of every faith, of every nationality. Palestinians are victims of Hamas too. Absolutely. And that is why what we are doing on the aid side together is so important. And I also share with you a vision for the Palestinian people where they can live with security and opportunity and dignity. And I know that these are all the topics you and I will have an opportunity to discuss now, and I'm grateful for our partnership at this difficult time. Thank you very much. Thank you. زي ما تابعنا مع حضراتكم هذا اللقاء، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. يعني الحقيقة أنه ريشي سوناك شكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما تابعنا مع حضراتكم على الجهود المصرية، إن كان في المحاولات المصرية لتهدئة الوضع في غزة أو حتى على الجهود المصرية عند معبر رفح، وأكد على أهمية التعاون في هذا الوقت الدقيق بين القوى للوصول إلى حل أو حالة حتى الوضع الراهن في غزة. أيضا يعني زي ما تابعنا أكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وأكد مرة أخرى أيضا إلى المحاولة لتهدئة الوضع ومحاربة الإرهاب. صحيح جمانة، كمان رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة جدا، رسائل مباشرة وواضحة مع رئيس الوزراء البريطاني. الرسالة الأولى المهمة جدا اللي احنا لازم نتوقف عندها كلمات السيد الرئيس فيما يتعلق بالتحذير من الانزلاق إلى حرب إقليمية كبرى، وده تحذير الرئيس قاله في أكثر من مناسبة، لكن كانت الكلمات واضحة جدا أنه استمرار الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة ينبئ بحرب إقليمية أو الانزلاق في حرب إقليمية شديدة الخطورة. كمان السيد الرئيس أكد بشكل أساسي على أهمية عدم النزوح مرة أخرى إلى سيناء، وقال أنه إحنا تماما ضد فكرة التوطين أو التهجير أو النزوح القسري لأهلنا في غزة. دايما في كل لقاء بنشوفه الأيام اللي فاتت بيحمل رسائل مهمة عنوانها الكبير أو عنوانها العريض هو الحفاظ على الأرض بشكل مباشر ودعم قضية فلسطين.